يقول: ما حكم قول بعض الناس يا صلاح الدين وكذلك الحلف بحق الله؟ إذا كان ينادي صلاح الدين اللي هو صلاح الدين الأيوبي الميت، هذا استغاثة بغير الله عز وجل، هذا استغاثة بالأموات، وهذا شرك. الذي يستغيث بالأموات صلاح الدين أو غيره هذا شرك، لأن الاستغاثة من أعظم أنواع العبادة. وش بقية السؤال؟ بحق الله، يحلف بحق الله. بحق الله لا بس، لأن حق الله صفة من صفات، حق الله على العباد أن يعبدوه، الله له حق على عباده. نعم. يقول: عندي مشكلة وهي كثرة الكذب عندي دائما وفي كل مرة. تب إلى الله، تب إلى الله واترك الكذب، وعود نفسك على الصدق، ومن تاب تاب الله عليه. نعم.